أسعد الله نهاركم بالخير والعافية، وأهلاً ومرحباً بكم في قناة منوعات معاليلي. اليوم راح أشارككم بطريقة تحضير شامبو مقوي لبصيلات الشعر، يجعل الشعر صحي وأكثر كثافة وأكثر طولاً. لتحضير هذا النوع من الشامبو نحتاج إلى 5 ملاعق من الشامبو. أي نوع شامبو ممكن تستعملوه لهذه الوصفة؟ طبعاً أنا أفضل الشامبوات اللي تكون صحية ما بيها أي مواد كيميائية تأثر على الشعر، لكن النوع الشامبو اللي تستعملوه ممكن أيضاً تستعملوه بهذه الحالة. نضيف فوق الشامبو 3 أو 4 نقاط من زيت الروزماري، 3 نقاط من زيت الشاي، و3 نقاط من زيت الأرز. نخلط المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها، وطبعا سبق وتكلمت عن هذه الزيوت في فيديوهات سابقة، إذا حبيتوا معلومات أكثر ممكن ترجعون إليها. يستعمل هذا الشامبو كأي شامبو اعتيادي لشعركم، إذا حبيتوا تضعفون كميات فضعفوها، لكن يجب مراعاة النسب، يعني إذا ضاعفتوا الزيوت فلازم تضاعفون كمية الشامبو أيضا. اعملوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة مع الضغط على الجرس لتصلكم المزيد من الفيديوهات المفيدة، وطاب يومكم.